استاذ يوسف البصري مدير عام مساعد شركه اوريدو، نائب المدير الامني الافريقي، الاعضاء المسؤولين في شركه اوريدو، كافه الاعلاميين وكافه الحضور، مرحبا بكم في هذه التظاهره الاعلاميه لتسبق الموسم الرياضي 2015-2016 للنادي الافريقي. واللي ان شاء الله كما كل موسم عودناكم نقدموا قبل انطلاق كل موسم كافه المستجدات الخاصه بالنادي واستراتيجيه العمل وكل ما يخص النادي الافريقي. الموسم هذايا في الصيف هذه اختارت النادي الافريقي كونها التظاهره هذه تصير قبيل انطلاق الموسم الرياضي بايام. لماذا؟ لانه في الموسم الفارق كما تعرفوا صارت في اول الصيف قبل التحضيرات، في الموسم هذايا خيرت هيئه النادي الافريقي رئيس النادي كونه النادي الافريقي استغل كافه فتره الميركاتو لتقديم كافة المستجدات، وبعد الصيف كان لفترة التحضيرات باش تقدم كافة المستجدات تكون أغلقت كافة المنافات. في الأدوة هذه باش ننطلقوا إن شاء الله على بركة الله بتقديم استراتيجية رياضية وتقديم مدير رياضي للنادي الإفريقي السيد أسامة السلامي اللي باش يقدم لنا كافة المنتخبين للنادي الإفريقي وعمل الرياضي باش يكون في مصر هذايا. تاليف في المحور الثاني السيد خليل محجوب المدير التنفيذي للنادي الإفريقي باش يقدم الاستراتيجية الإدارية للنادي الإفريقي وخطة المدير التنفيذي الجديدة في النادي الإفريقي. في المحور الثالث باش يتفضل سي حسين العباسي مدير التسويق لشركة أوريدو باش يقدم لنا تفاصيل الشراكة بين النادي الإفريقي وشركة أوريدو. والمحور الرابع باش يتفضل السيد سليم الرياحي رئيس النادي الإفريقي للحديث عن استراتيجية العامة للنادي وكل التساؤلات وكل النقاط التي تهم مستقبل النادي الإفريقي. مرحبا. نحب جوست بتاتر نعتذر لكم الصحفيين بتاتر على التأخير الصغير. ما يسالش مرحبا بكم، احنا مستانسين ببعضنا، دي معانا تظاهرات مع بعضنا، تأخير لا يفسد الوقت قضايا، مرحبا بكم. إذا نبدأ بالفقرة الأولى الخاصة بتقديم أسامة. تفضل سي أسامة السلامي مدير الرياضي للنادي الإفريقي. باش تفضل سي أسامة باش يقدم لنا الاستراتيجية الرياضية ثم باش يقدموا المنتخبين الجدد للنادي الإفريقي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. أنا حسب كل التأخير هذايا تاع الندوة الصحفية صار اليوم يعني تممنا الحمد لله تممنا آخر امتدادات وإن شاء الله اليوم يعني تو باش نقدموا لكم اللاعبين بالواحد بالواحد إن شاء الله نبداو تو مع سير شيدي بدا يقدم يعني أسامي اللاعبين وأنا باش نقدم لكم الكاليتي تاع كل لاعب وعلاش اخترنا اللاعب هذا. إذا باش نطلقوا في تقديم المنتخبين الجدد للنادي الإفريقي. باش نبداو باللاعب الأول، هو لاعب شاب اللي هو اللاعب إذا صبري العكروت أمضى عقد معنا لمدة 5 سنوات. تفضل صبري مرحبا بك في النادي الإفريقي. صبري العطرود انتداب جديد لاعب على العمر 19 سنة جاول على المنتخبات من سنة أمان من سنة أدانية خديك أمان يلعب خط الظهير أيمن ومحور الدفاع وده يعني يدل اللي النادي الإفريقي قاعدة عاملة برنامج السنة وللأعوام القادمة إن شاء الله. إذا اللاعب الثاني هو الدولي المالي سليمان كوليبالي أمضى على عقد 5 سنوات كيف يا سليمان. كيف كوليبالي يعني لاعب شاب 19 سنة اختير أحسن ظهير أيمن في كأس العالم الأخيرة
وان شاء الله يعني ابدا مع العقد بخمسة سنوات كيف كيف يعني ان شاء الله نشوفوه في القريب العاجل مع فريق الاكابر هو موجود ان شاء الله ستعويد كوفي مني يعني. اللاعب الثالث اذا هو اللاعب الجزائري حميد جوشي اللي امضى معنا عقد بخمس سنوات، مرحبا بك. في نفس السياق حميد جوشي لاعب كما تشوفوا 20 سنه لاعب شاب ان شاء الله نشوفوا خير نحن تفرجنا فيه ونعرفوه ونعرفوا اللي باش ينجم يقدم الاضافه وباذن الله في المواسم القادمه باش يكون من هدفي البطوله. اللاعب الرابع اذا هو اللاعب عبد القادر الوسلاتي قبل معنا عقد ثلاث سنوات. القادر الوسلاتي ظهير ايمن وينجم يكون اجواء اوفنسيف جانا من فريق كبير اللي هو اتلتيكو مدريد وان شاء الله نشوفوا يعني العمر الى 23 باذن الله يكون كيما اللاعبين الشبان يعني اللي باش يكونوا مستقبل النادي الحاضر والمستقبل ان شاء الله. اللاعب الخامس هو علي الدين دحنوس امضى معنا عقد اربع سنوات مرحبا بي علي الدين في نادي الفريق. اللاعب دحنوس ظهير ايسر 24 سنه ورد خساره كبيره في البطوله التونسيه ومرحبا بي في النادي الافريقي وان شاء الله بيانتو نشوفو في الـ الفريق الاول ان شاء الله معنا. اللاعب السادس هو اللاعب الجزائري لاعب سابق لمدير شباب العلم ابراهيم الشناحي امضى معنا عقد ثلاث سنوات مرحبا به في نادي الفريق. كيف الشناحي يظل قيمة ثابتة يلعب منتخب الجزائري 25 سنة يلعب في الرباط الأيسر والأيمن ولا التقاوم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يفوز واحد إن شاء الله. اللاعب اللي بعده هو اللاعب سابق لراسي كلوب دو لونس لاعب يوانتوس غار مرحبا بيه بيانفوني في نادي الافريقي. لاعب المنتخب التونسي قلب هجوم 28 سنه قيمة ثابتة ان شاء الله ان شاء الله الموسم هذا يكون موسم متميز اللي هو ان شاء الله. لاعب ثامن بندو ولاعب مسام يحيى عقد ثلاث سنوات. مسام يحيى مستحق شفتات موانا للنادي الافريقي ابن النادي مردود كبير بل وان شاء الله باش يواصل في المردود هذا ومرحبا به في داره. الانتداب التاسع هو قلب الهجوم نصر عادل الويوي امضى معنا عقد كذا مواسم مرحبا به في نادي الفريق. اللاعب
كيف كيف مثلا النميري 29 سنه لاعب منتخب ولعب في عديد الفرق الكبيره، وان شاء الله منهم السنه باش يكون في النادي الافريقي ان شاء الله منصب مميز ليه. زوز لاعبين الاخرين اللي قعدوا هو لاعب صابر خليفه لم تعد 3 سنوات في النادي الافريقي. صابر خليفه قال لي كلمه اليوم، قال لي اسامه راني مانيش نحضر في الندوه الصحفيه خاطر انا روحي ابن النادي وانا ولد النادي وما نستحقش باش نكون موجود خاطر الناس الكل تعرف ان النادي الافريقي داري. اذا اللاعب رقم 11 اللي هو عادل مؤمن شعبو اللي قضى معنا 10 سنوات. كيف عبد المؤمن جابو طلب باش ما يحضرش اليوم خاطر كيما صابر بالضبط قال لي راهو هذه جمعيتي ونعرف اللي ما كنتش نخرج منها والحمد لله اللي قعدت بيان سور مساعي رئيس النادي سي سليم اللي ما يعني عبد المؤمن جابو ما لقاش حتى صعوبه في التفاهم مع سي سليم والحمد لله. نحكيو شوية على الموسم الجديد إن شاء الله كما شفنا يعني يعني الانتدابات كانت يعني مختلف الأعمار وكان في يعني هذوما طلبات المدرب اللي يعرف الفريق من الموسم الماضي وفرنا له المطلوب وإن شاء الله يعني باش يكون موسم فيه باش نلعبوا على عديد الواجهات اللي هما الكاس والبطولة ولا تشامبيونز ليغ بإذن الله بإذن الله باش نلعبوا على 3 تروات وإن شاء الله في آخر الموسم باش نتحصلوا على 3 تروات وإن شاء الله بالتوفيق. إذا شكرا للسيد أسامة السلامي المدير الرياضي للنادي الإفريقي. لعبتكم تعرف السيزون هذايا باش تكون مختلفة قبلها علاش؟ هذا اليوم اخذوك بستاتيو بتاعها من لقب في كل شيء. دونك اكيد باش تكون ديما اصعب من مواسم القبل وعندها متطلبات جديده مختلفه عن مواسم الفارقه. النادي الفريق اليوم بطل كل الفروع، اليوم سي ليكيب باتر. سي ليكيب باتر، سي ليكيب لعبات حتى عددها، لعبات حتى عمل فيها. عملنا موديل تاع خدمه منذ قدوم الهيئه المديره للرئاسه سيد سليم الرياحي. اعطانا اوبنها بعد 3 سنين كما تعملوا عقيد من الاول اليوم ثم مرحله جديده تقتضي تصور جديد، تقتضي توجه جديد، تقتضي تنظيم جديد. ولي كونفيرون الكل باش يحاولوا باش يستقبلوا رياضيا واداريا. احنا نعتبروا كما قدم سي اسامه وكما قام سيد رئيس النادي بتطهير الفريق بعناصر اقل ما يقال عنها اللي هي سي دي جوار اساميهم تحت احضانهم. كيف الإدارة هي فما تصور جديد وذلك علاش سي خالد محجوب مدير التنفيذي للنادي الإفريقي باش يتفضل وباش يحكي لنا على التصور الإداري لو ستركتوراسيون دو كلوب الأفاق وخطة مدير التنفيذي في النادي الإفريقي. مرحبا بكم. Juste un des présentations sera élaborée. Welcome. سامحونا بالليل الاخرين اللي صوروا توا خاطر فما اللي كان عمان ما يسالش جواهرهم احنا نجم نصوروهم بعد. بارك الله فيكم. نقدم روحي قبل ما نحكي لكم شويه على هيكله تاع النادي الافريقي الجديده اللي نحبوا نحطوها مع رئيس النادي سي سليم الرياحي. عمري 46 سنه بيان سور كلوبيست. متخرج من ليشوسي كارتاج. خدمت في برشا ميادين ومن بعد تفرغت للرياضه. دونك عندي ميتريز اون جيستيون دو فوتبول خديتها من كلوب انستيتيوت فور سبورت ستوديز. ودخلت نخدم في الفيفا لمده 6 سنوات
كنت لاهي ببروجي اسمه وين من افريكا لافريكا اللي هو حطينا مع الفيفا منظومة احتراف في الجامعات تاع الكرة والأندية تاع الكرة في افريقيا الكل. درت في أكثر من 45 بلاد، حطيت المنظومات هذوما تخدم في أكثر من 35 بلاد، وتوا معناتها برشا بلدان في افريقيا يستعملوا في منظومة تاع احتراف ودي ستركتور ودي بروسيس اللي يعطيوهم باش يزيدوا قدم قدام باش يقدموا بالكرة في بلادهم، خاطر الكرة مش 11 لاعب ومدرب في ميدان، الكرة راهو منظومة كاملة وراها منظومة إدارية، منظومة رياضية، منظومة في الماركتينغ اللي تخلي باش الفرق تقدم قدام وتعطي أكثر مجهود. جست ان ديكتون نقولوا معناتها باش تلقى تشيخ في حياتك وتعمل جو في حياتك يسمك تنظم. احنا اليوم مش نحكيو على التنظيم، التنظيم تاع النادي الافريقي، النادي الافريقي تاريخ كبير وعنده دي بيرفورمانس سبورتيف كبيره، عملناه توج باكثر من 9 القاب من غير ما نتكلموا على الالقاب في اصناف الشباب، وهذا الكل برمجة، برمجة رياضية وبرمجة إدارية. دونك هذه يكون فيزيون اللي سيستيم يحب يحطها في النادي، ونحطوا اون ستركتور اوبيراسيونيل اللي هي باش تخدم النادي وتخدم الفروع الكل. دونك سيستيم هو سي تاع لا فيزيون و تاع لي ديسيزيون الكبار اللي يخصوا النادي. دونك هما يحطوا لا استراتيجي اون بلاس على لي اوبيراسيون، دونك انا سيتي والمنظومة الكل اللي معايا باش نطبقوا ونحطوا الاستراتيجيه هذيك اون اكسيون، دونك نحطوا لي اوبيراسيون اوني ريسبونسابل ومن بعد يحاسبونا على المردود نتاعي. دونك مدير التنفيذي يخدم برشا مع رئيس النادي ومع ديرو المنتخب، إلى سور لا كورديناسيون ما بين المنظومات هذوما الكل باش نعطيو نتيجة للنادي طون سور بلان سبورتيف كو أدمينستراتيف. دونك أون إكزيكيوت لي ديسيجيون أون فوا إي أون تورن أون أوبيراسيون. شنو مطلوب مني؟ شو هما لي بيوت تاع ستركتور هذايا؟ باش تكون بروفيسيونيل، على خاطر البروفيسيوناليزم ماهوش يخص كان اللاعبية تاع الكرة، ما يخص حتى العساس في البيت. البروفيسيوناليزم يبدا من الباب تاع النادي، وانت ماشي كيفاش يستقبلوك، كيفاش يتلاو بيك، كيفاش يكاتبوك، كيفاش يلقاولك حل، هذا الكل داخل البروفيسيوناليزم. مي بروفيسيوناليزم سان فو با دير زاد نصف الفلوس كيما نحبوا ونحطوا الاموال بعضها في حاجات اللي نجموا نقتصروا ونعملوا حاجات كبيره بفلوس صغيره. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه لازمنا نكبروا في مداخل النادي انديبوندامون من بيع الجوالات. دونك كيما قلت مره اخرى لازمنا الايماج كلوب افريكان هو ليماج دو مارك، و ليماج ان طونك تالي تنجم تصور بها برشا دوطخ برودوي. دونك هذا هو لو بوت تاع لا نوفيل ستركتور، هو الاحتراف، هو الاحتراف مرة أخرى الاحتراف. شنو مثلا زوز مشاريع باش نحطوهم احنا السنة في مع سيرة الرئيس باش ناخذ لي زوز في الآن في تنظيم المباراة، خاطر تنظيم المباراة مش هكاك، دونك باش نحاولوا باش ناخذوا نوم دو كاليتي زون في تنظيم المباراة، ومن بعد في توثيق الوثائق، خاطر النادي الافريقي عنده برشا شيء برشا وثائق اللي ساعات نلقاوها ضايعة وما نلقاوهاش. دونك احنا السنة باش نخدموا على دو زاكس، تنظيم المباراة باش ندخلوا بزيد الفلوس، باش المحب وقت يمشي للستاد يرتاح في السطاب ويلقى اكوي باهي، و بعد فما توتا بارتي كيما قلت لكم ارشيفاج اللي فيها البروسيس باش نحطوهم باش الذكرى تاع النادي ما تضيعش. فوالا دونك مره اخرى هذاك نوت بون اون فينير. وقت اللي عندنا فكره، الفكره حتى وقت تبدا باهي كان ما نقسموهاش جزئيات ونحطوها اون ستركتور اون اورجانيزاسيون راهي ما تنجحش.
دونك هذايا سي لو بيت ان بو دو لا ستركتور اللي نحبو نحطوها في النادي مع سيستيم ونعرفوا احنا اللي قدام ماشيين باش نحثوا شركات رياضية اللي هي باش تدخل في صراع اللي باش تاخذ اكثر فلوس واخذ الموارد للنادي نتاعها. ان شاء الله احنا نكونوا صادقين بالستركتور اللي نحبوا نحطوها ونبداو وقت اللي قانون الشركات الرياضيه يتحط نبداو احنا السباقين ونبداو الاولانيين في هذا الموضوع. بارك الله فيكم. يعطيك الصحة سي خليل، ميرسي. دونك في نفس الإطار والسياق اللي كنا نتحطوا فيه تاع الآفاق تاع المواسم الجاية انطلاقا من موسم 2015-2016 والنظرة الجديدة لنوفيل فيزيون كما تحدث سي خليل على التنظيم الإداري وليزوبجيكتيف اللي تحدث لهم النادي إداريا كيف تحدث على تطوير الموارد المالية للنادي الإفريقي. في هذا الإطار نحب نشكر شريكنا شركة أوريدو على الشراكة وعلى الثقة المتبادلة بين بعضنا، وفي هذا الإطار كما تعرفوا عقد شراكة جديد بين النادي الإفريقي وشركة أوريدو باش يقدموا لنا سي حسام العباس مدير التصوير وشركة أوريدو. مرحبا بك تفضل. مرحبا بكم. في البداية باسم أوريدو ورحب بكل ورحب بسيد الرئيس ورحب بالهيئة المديرة للنادي الإفريقي والإخوة الصحفيين. بالطبيعة احنا والنادي الإفريقي ماناش غراب على بعض، احنا عندنا شراكة من 2006-2007 اللي دعمت منذ قدوم الإدارة الجديدة وطلعنا في مستوى اخر. اللي نحب نقوله انه النادي الافريقي فريق الشعب تطلب مده طويله، اليوم السياسه الجديده قاعده تعطي في امها، واحنا الاوبيراتور بتاع الشعب ونحب اليوم نكونوا مساهمين في النجاح هذايا بجزء بسيط. بالطبيعه اللاعبيه تلعب الإدارة الفني جديد، الإدارة موجودة، احنا نحب نساهموا بطريقتنا. كما تعرفوا المال خلاف الأعمال، واحنا الهدف في الشراكة هذه أنه نحطوا استراتيجية طويلة المدى، بكل هدف منها أن تكون فما موارد مالية كبيرة وموارد قارة لفائدة النادي. بالتعاون بالطبيعة مع سيستيم والفريق نتاعو اللي اتفقنا فيه أن يكون فما عقد جديد لمدة 3 سنوات. العقد يتعدى مستوى الاستشهار العادي إلى إقامة عرض خاص بجمهور النادي الإفريقي، اللي هو مش يكون معناتها بالطبيعة الهدف منه موارد مالية للنادي، ولكن كذلك أن يكون أحسن عرض موجود في السوق لفائدة الجمهور بتاع النادي الإفريقي. سيسليم عاوننا برشا لأنه كانت فهم برشا صعوبات إدارية وخذينا شوية وقت، لكن الفايدة أنه العرض هذا يخرج يكون يفرح كل محب لنادي الإفريقي، هذه أهم حاجة. ثانيا أن يكون أكثر ما يمكن مربح للنادي، وثالثا احنا الهدف بتاعنا أنه كل واحد محب لنادي الإفريقي يكون يساهم مهما يكون قيمة المساهمة بتاعه لإنجاح النادي والمساهمة في تعلق بتاعه. بالإضافة إلى هذا العرض مش يكون بطبيعة فما شراكة على مستوى البنية الأساسية، على مستوى تحسين الملعب والظروف اللي يلعب فيها الفريق الأول. إضافة إلى ذلك وتلبية لرغبة رئيس النادي فما مجموعة من الشراكات مع أندية عالمية مش نعلن عليها في وقتها. معناتها نجم تتمثل في مقابلات دولية، نجم تتمثل في ترقصات، في تكوين للشباب، وتبارك الله الشباب تاع النادي الإفريقي ديما متألق في كل الأصناف.
بالإضافة لهذا بالاتفاق مع إدارة النادي الإفريقي على مستوى بيع التذاكر والليزابونمون باش تكون فما مساهمة من أوريدو للبيع هذا في مختلف البوتيك نتاع أوريدو. بالطبيعة فما المرشندايزر اللي هو تعرفوه قاعد يتطور. نادي الإفريقي كان أول نادي أرسى معناتها مغازة خاصة لي برودوي نتاعو، دونك هذاك احنا ان شاء الله نساهموا فيه. اللي نحب نقولوا انه فما فريق كامل خدم لمدة اشهر، فما تضافر للإرادة بين الإدارات الزوج، من غير ما نسميهم حتى يعرفوا روحهم، الناس اللي ساهموا في مناقشة والوصول إلى أفضل ظروفهم لهذا التعاون. نحب نشكرهم، يعرفوا روحهم معناتها خدموا حتى البارح في الليل باش كملنا كل شيء حول الله في أحسن الظروف الممكنة. باش نقولوا نتمناو التوفيق للبطل إن شاء الله يبقى ديما بطل، وإلى الأمام والسنة باش نتعداو المرحلة أخرى. نادي الفريق اليوم بطل تونس، إن شاء الله العام الجاي نشوفوا بطل إفريقيا. البطل مع البطل، إن شاء الله التوفيق بالنسبة لنا. Les deux plus grandes enseignes, Aqua Enseigne et Riyad, on a Aqua Enseigne et Fidèle Communication, Inch'Allah, Yartir Hajabeh Mabad, on a Yartir Hajabeh Mabad. Bah, on a parlé donc à la vision de la Moussa Al-Qadr, de la Riyadiyah, on a parlé de la Riyadiyah, on a parlé de la Haqq al-Sharaka, je suis parti au Kalma, Sayyid Sidi Al-Yahir, et Sayyid Al-Fidhati. شكرا باش نتكلم قاعد باش نجم نستقبل الاسئله تاع الصحفيين شويه نتفاعل مع بعضنا. مش كل طويله باش مانيش نطول عليك قدر وخرنا عليكم برشا، اما خمسه دقائق ومن بعد نمر للاسئله ونورمالمون بحولي حاضرين للاجابه على كل سؤال. شكرا للحضور، شكرا للصحفيين، شكرا لضيوفنا، شكرا للسيد يوسف مصري مدير عمليه شركه اوريدو، شكرا للضيوف الكرام، مرحبا بكم في الندوه السنويه للنادي الافريقي اللي السنه تعقدت اليوم قبل بدايه البطوله بالحريه. بيان سور عندنا اسبابنا، الميركاتو مازال ما سكرش، ما نعرفوش احنا اليوم نورمالمون اليوم كمل، اما النجم بعد نهارين نلقاو فرصه ولا ما نجمش نفلتوها. اما هذا علاش اليوم وصلنا الناس تسال علاش في جويلية اليوم في سبتمبر، ما فماش حتى سبب يخلينا نحددوا تاريخ ثاني. التاريخ يكون انتهاء الموسم الفارط حتى بدايه الموسم اللي بعده في الفتره هذيك، وين ما نطوروا احنا كملنا الخدمه تاعنا نعملوا الندوه. نجم العام الجاي تكون في جويلية او نجم تكون في سبتمبر في العام هذا. هذا ديجا حاجة حبيت نوضحها للناس الكل، وانتم تشوفوا اليوم ظروف الانتدابات ما هي سهلة، صعيبة صعيبة، كل انتداب عنده ظروفه، كل انتداب لازم تتناقش. فما الانتدابات نتاع دي جوار ليبر، فما انتدابات نتاع دي جوار ماهوش ليبر يكمل مع النادي نتاعو ومن بعد تصاحبوا الكونترا ويجيبوا. إضافة إلى ذلك والأهم بالنسبة لي، خاطر احنا اليوم هذا هو الموضوع اللي يمكن حبيت نتكلم فيه أنا ونحكي مع ونبلش مع جماهير النادي الإفريقي عن طريق الصحافة أو مباشرة. هو الموضوع الأساسي هو تقديم إفريقي موبيل وإنسيا موبيل، هذا موضوع مهم جدا يمكن ما نجموش نحكوه ببساطة. هل علاش حبينا زادة يكون جزء من الندوة وهو أساس الندوة هذه، خاطر أنتم تعرفوا لي ركروتمون كل تم الإعلان عليها من كل ركروتمون عملوه ونعلنوا عليه. هل علاش حبيت اليوم نزيد نرحب بالأخوة في شركة أوريدو سي يوسف مصري، أنا ما عادش باش نقول مستشار ولكن نجم نقول بارتنير اليوم شريك مع النادي الإفريقي اللي هو يخدم معنا عام 3 سنين. حققنا من اللي بدينا معاه أكبر عقد سواء في المليون وإلا في الإدارات. اليوم وصلنا لمرحلة ثانية هو الإعلان على
سي موبيلي، وهي ستنطلق الخدمة بها يمكن بعد أسبوع أو اثنين على أقصى تقدير. هذه نقطة مهمة جدا، ما نحبش تمر ببساطة، لأنه اليوم النادي الإفريقي يختلف على جميع الأندية. اليوم النادي الإفريقي خدمنا رجع لمكانه الطبيعي في 3 سنوات اللي فاتت بميزانية. الناس كل لازم تعرف كانوا اليوم ما عادش فما فلسفة في الكرة. الكرة يلزمها حاجتين، ميزانية مش البطولة، مش تكون ديما متألق، وتسيير حقيقي، إدارة حقيقية للتسيير سواء الإدارية أو الرياضية. هذا اللي خدمنا عليه في 3 سنين والحمد لله وصلنا له، بغض النظر على أسماء. معناها احنا خلقنا لي بوست. اليوم كان نرجعوا بالتوالي وننشطوا الذاكرة شوية، تلقاو ديما النادي الإفريقي حتى في 3 سنين الأخرى هذه هو الرائد في بعض صفة مدير رياضي، بعض صفة مدير تنفيذي، وبعد ما بدينا احنا مانيش نقول في كلام راسي، احنا هذاك اش عملنا، وبعد نلقاو الأندية الأخرى مشات ورانا. هذه حاجة مهمة، وهذا هو الاحتراف. اليوم النادي الإفريقي خلق بوست، ما خلقش مش لشخص معين، إدارة رياضية وإدارة تنفيذية. إدارة رياضية بيانسور عن دورها، أنا يمكن في كلامي هنا باش نجاوب على بعض الأسئلة عن ديريكت الموقع. أنا فمسيون نجاوب عليه اللي هو حير الناس وصرت عليه هكا حملة، هو المدير الرياضي. أنا نحب نوضح حاجة، البوست هذايا تخلق لي إرساء إدارة محترفة في النادي الإفريقي. المدير الرياضي اللي هو بوست نتاع بوست إداري نأكد هنا، ولكن اللي يشغل المنصب هذا يكون عنده باك جراوند فني، يعني عنده تكوين فني. هذا هو الأساس نتاع المدير الرياضي. والمدير الرياضي في أي نادي راهو بوست، مش مدير رياضي وبعدين نجم يمشي يشد أونترونور، لا، يكون عنده تكوين تاع مدرب، ولكن في مخه إداري ومنظم، يقعد هذيك يلزمه يقعد على الأقل 10-15 سنة. هذاك هو الروح نتاع النادي. لهذا أنا نحب نأكد روحي، خلقنا منصب، والمنصب هذاك لابد كونه يكون فيه الشخصية اللي تتمشى معاه. نجم تقعد تجرب. بدينا بمدير رياضي أول اللي هو منصر لوحيشي. اليوم أسامة السلامي. أسامة السلامي نجم في الندوة الجاية ما تلقاش، تلقى واحد آخر. عادي يعني ما فماش مشكل. بالنسبة لي أنا نحب نوضحها هذه. لا بالحق. معناها احنا هذايا منصب تخلق اللي فريق باش يخدم بطريقة عصرية. فما جوب ديسكريبشن اللي هو المهام نتاعو، المهام نتاعو لابد كونه موضح، احنا ما وضحناش. راهو يلزم نفهمه كونه المدير الرياضي المنصب هذايا ديما نقول اداري بتكوين فني، دوره في وسط العام مش في الميركاتو، ما يخدمش كان في الميركاتو، يخدم في وسط العام كامل. في وسط العام شوية عنده مسؤول في فريق كرة القدم الآر، يتبع معاه فريق الأكاديمي، حضورهم غيابهم الديسبلين نتاعهم هو المسؤول عنه. هذه النقطة الأولى. اثنين، عنده الكورديناسيون التنسيق ما بين المدير الفني اللي هو عنا مدير فني فرنسي في لي جون، والمدرب نتاع فريق الأكاديمي ينسق ما بيناتهم. عنده تقرير أسبوعي يستقبله من المدير الفني للجان ومن المدير، وبعد كل مقابلة نتاع الفريق الأكاديمي يستقبل منه تقرير يفهم منه، وبعد يقدم تقريره للهيئة المدير. يحضر الاحتياجات نتاع النادي على مستوى العام كامل إلى أن يأتي الميركاتو باش يصح. يوفر الميزانية، نورمالمون كيكون فما مدير رياضي ناشط الميزانية النادي تنقص. الحاجة اللي مش نجيبوها بمليار نجيبوها ب500، مش الحاجة اللي ب200 نجيبوها ب400. فهمت؟ هذا هو دوره الحقيقي. معناها راهو المدير الرياضي دوره في وسط العام، من بعد يجي ينسق مع
المدرب فما احتياجات اللي صار السنة احنا عم ناول اوكي ما عندناش مدرب اللي هي الغلطة قاعدين نتعلموا احنا قاعدين نطوروا في الواحد العام عم ناول ما عندناش مدرب صار ريكروتمون اليوم عندنا مدرب خدم عام كامل تم التنسيق معاه على النقائص النقائص ما المدرب مش باش يدخل يقول يجيب لي فلان ولا فلان يقول لي انا عندي تروا بوست ناقصيني نحب المدير الرياضي بصفته عام كامل يعني يخدم هو مش يجيب له يقول له راهو عندي اريير جوش عندي درواز وعندي اتاكون يجيب له والمدرب يشوف ويختار وهذا هو هذا هو الدور الحقيقي معناه الدور الحقيقي راهو في وسط العام راهو المحافظه على على خاصه التكاليف ما نجموش احنا اليوم نتكلم والله اذا استمريحي عنده فلوس هو ما فهم استمريحي يلزم نفهموها هذه معناها انا اليوم يلزم جماهيرنا تفهم راهو التحدي الحقيقي هو كونه تكون عندك ميزانيه باهيه ولكن ما فيهاش تبذير وقادره كونه تحقق النتائج المطلوبه من جماهير النادي هذا هي الاساس هذا جزء منه يخدم عليه المدير الرياضي هذه من ناحيه من ناحيه اخرى يلزم جماهير النادي تعرف كونه راهو ميزانيه النادي لابد هما يشاركوا فيه هذا علاش احنا اليوم مش نبداو بمشروع السياموبيل انا ديما نستقبل في تليفونات ديزيميل على الباج تاعي برشا كلوبيسيا يحبوا يقول لك احنا يا رئيس كيفاش نحبوا نشارك اعطيونا نيميرو دو كونت احنا اليوم ما فماش نيميرو دو كونت اليوم فما تليفون فما رقم فما مشرف اسمه اريد عملنا معاه اتفاق خلقنا شركة مش تسيب السياموبيل ومن بعد فما بعض التراخيص تخرج من الدولة تولي شركة هذه سيستم لانفيانو تولي شركة خاصة وحدها خاصة بالنادي الافريقي اللي هي مش تبيع قروض معناها قريب حاجة والسياموبيل حاجة أخرى احنا صحيح نخدموا على الريزو نتاعهم ولكن راهو الشركة هذه مداخيلها كلها مش تمشي للجمعية مهمة الميزة هنا كونه تمشي للجمعية فما دي فورفي يخدموه وفما دي زوف اللي هما يعطيك إمكانية كونه حتى تتكلم أقل من كونك تكون عند مشغل عادي ومن هذا الكل من قيمة التشغيل فما 15% اللي هو ديما احنا راهو صداقين حتى في النيغوسياسيون اوكي هذه ضروا فيها اريد وتعبناهم برشا ولكن ما تلقى حتى جمعيه تنجم تاخذ 15% من التكلفه نتاع تليفون تمشي للجمعيه ما تلقاش كلهم 8 و7 احنا دوبل خاطر الكل مشاو مع تيليكوم قعدنا كان احنا فكنا ورمنا عليهم وعملنا اللي حبينا هذا مهم جدا لا بالحق معناها هذه جزء من العمل اللي نقوموا به لمصلحه النادي معناها حتى في النيغوسياسيون مهم هذا جزء كبير انا اليوم راني أهم نقطة نحب نتكلم عليها هي هذه كونه جمعية قمنا مع الجمعية بالمرحلة الأولى اللي هي إعادتها لمستواها الطبيعي قبل 20 سنة نادي الفريق من نجم نتكلم عنها حتى حد وضعنا النظر خليل تكلم على الهيكلة الإدارية اللي هي الناس كل تعرف كونه كانت عندنا مشكلة في الإدارة طورناها بطريقة أفونسي برشا الإدارة الرياضية بالمجموعة مع أسامة فهمناه شنية الأخطاء اللي صارت ويلزم يخلق إدارته ما فماش مدير رياضي وحده يلزم مدير رياضي مع فريق عمل مع مساعدين مع لجنة نتاع سكاوتينغ تمشي اللي هو كان مسؤول عليها في الفترة اللي فاتت أما ما تكلم معها حتى حد فما خدمة مع لي جون احنا لي جون السنه مركزين عليهم وشفتوا انتم حتى في لي ماتش المقابلات الوديه شنو صار عندنا لي جون اللي هما ما كانوش موجودين ما شفناهمش موجودين في الكلوب اما ما خذوش فرصتهم السنه هذه حاجه من الحاجات صحيح احنا عندنا دي ستار وتبارك الله وياخذوا في ارقام ما ناخذهمش في العين صح عليهم اما انا كي نلقى جون ياخذ في 50 مليون ويطلع خير من اتاكون
معروف لعب في جمعيه كبيره ماذا بيا نعطيه فرصه فهمني شبل واحد وحظه معناها هذه مهمه جدا وهذا اللي مركزين عليه وكان تراجعوا انتم اليوم الريكروتمون ولا تشوفوا قريب 30 لاعب اللي في النادي الافريقي في الاب تلقاو يتنوروا حتى في العمر معناها تلقى لاعبيه عندهم خبره وتلقى لاعبيه صغار معناها ديجا كيما تلقى اللي عنده الخبره اللي تحته تلقاها ان جون اكتيف خذا فك بلاصته صح عليه وهذا هو اللي مش يصير في النادي الافريقي بيان سور مركزين ياسر على حاجه اسمها ديسبلين اليوم احنا مانيش باش نحكيو في التفاصيل ولكن امورنا الخاصه تقعد داخليه في النادي الافريقي ولكن حكايه الديسبلين علينا منها عمو هذا حاجه مهمه جدا اللي هي مش تخلي الفريق ديما في نفس المستوى يمكن يقول لك علاش احنا نهار هكا نعطيو رونمون باهي ونهار ما تبقاناش على خاطر يلزم نتابعو على غالب تتعامل مع شباب صغير نافع يلبس عليه يدور يلزم ننزلو عليهم ما فماش هو يعرف هذا كلامي بعد ما وفات السيزون وبداية السيزون اللي جددنا له واللي مددنا له واللي خذا لافونس نتاعو كونه راهو السنة الرحمة لا على خاطر احنا عدينا عامين من نهار الشديد عملنا قعدنا نخدموا بالتجربه اللي عملناها على ريغلومون انتيريور نظام داخلي ما تم سمعته كان يجاوبني اي واحد كونه عملناه ولا فما صارت كونسي ولا فما لاعب يعاقبنا ما فماش رغم اللي عندنا برشا مشاكل السنه هذيك هي الخدمه اللي باش نعملوها هذاك هو انا عندي ريغلومون انتيريور كانك التزمت اكيد مش تعطيني رونمون صحيح ما التزمتش باش نحي لك الفلوس نقص عليك هذا هو الاساس وانا متاكد كونه بالطريقه هذه باش ننشروا علاقتنا تكون طيبه اللاعبين نتاعنا نحبوهم وتحت رعايتنا ولكن في نفس الوقت يلزم ديسكين يكون موجود باش نجموا نقدموا انا نشوف التركيبه اللي موجوده اليوم في النادي الافريقي بعد ما كملنا المركز ما نحبش ان كلمة قلت أنا قلتها بعد الشامبيونات يعني الناس كل قاعدة تلوم فيا اللي قلت في جرجيس ما عادش يلزم معنا حتى شيء باهي يا سيدي نعتذر أنا باسم النادي الفريق خاطر قلتها باسم الكلوب يوم أما أنا في رأيي كان الأولاد يعطيو رونمون ما عادش يلزم معنا حتى شيء مرة أخرى نعاودها معناها أنا بيان سور احنا داخلين في تجربه جديده اليوم بالنسبه لي انا خاصه الهيئه اللي موجوده اليوم اللي هي في الشامبيونز ليغ عملنا لها اللجنه باش تبدا تخدم عليها من توا نعرفوا المناطق اللي باش نلعبوا فيها شنو هي الوضعيه مع شكون باش نتعاملوا نفهموها تنظيميا اداريا ما نحبوش مفاجات هذه جزء من باش تسهل العمل مش الفريق يكون يسافر يتحرك يلقى روحه محاط في جو طبيعي من غير حتى سوربريز هذه حاجه من الحاجات المهمه تركيز نعرف بي بي سي الكل حاشتهم باللقب هذا ماهوش بصراحه معناها عملنا دراسه اوليه للفرق المشاركه معناها هذه عمليه انا بصراحه مش باش نقول هاي مثال احنا دخلنا هذه عندنا مده ما شاركناش ونوصلوا للدومي فينال واحد انا ما نحبهاش الحكايه هذه ماصر يعني احنا باش نلعبوا باش ناخذ نلعب باش نهز ما فماش علاش كونه هكا تشوف عملناه ونستيف ما فماش علاش كونه الافريقي ما تهزش يلزم كونسونتراسيون اليوم عندنا دوبلو باهي مستوى اللاعبين قريب البعض هذاك هو الاساس بطولتنا نلعب عليها ونحاول نحافظ على اللقب بتاعك بحول الله وضعنا طيب من صعيب اليوم وضع النادي الافريقي كونه يتظلم ما نحبوش حتى كي نظلموا نقبلوا ما نحبوش نكونوا في مستوى بعض الاشخاص والفرق كونه نبكي ونعيط ونندب وراء وهكا هذا كل شيء لقب النادي الافريقي خذاه عن جداره اليوم بكلمات
نسمع فيها لا تساعد لا الكلوب ولا تساعد لتساعدني أنا في شخص. احنا خدمنا ولعبنا وخسرنا وربحنا وتظلمنا، ولكن شدينا صحيح وقفنا في ولا في شخصي معناها خاصة في الرتور اللي حسيت الأمور مش هي. شديت يوميا مع الجمعية في كل بلاصة في كل ملعب في كل تيران نحاول ندزو، وصلنا واخذنا البطولة بتاعنا في 7 دقائق الأخرى مهمة جدا. هذه الناس اللي حاولت تتشكك نقول لهم راهو احنا ما نجمش نكونوا في نفس المستوى، خاطر تفرجنا على الماتش تاع الكوب كيفاش معناها كيفاش مشى كوب كادو الفريق الاخر، ولكن ما يهمناش برا دبر راسك. الفائده انا نفكر في جمعيتي وجمهوري، نحب نحكي لهم كونوا احنا العام الثالث اقوياء في تنظيمنا، اقوياء علاقاتنا زادة مع الأندية. اليوم احنا نمشيو زادة مهمة جدا، فما الناس يمشيو يضربوهم بالحجر واحنا يستقبلونا الناس يفرحوا بينا، زادة مهمة جدا حتى ليك تخلي لك الفريق بتاعك تلعب فيه في جو طيب وجو منظم وينجم يفك لي 3 بوان تاعو ويروح. هذا هو اللي هذا من أهم النقاط زادة اللي يخدم عليها النادي الإفريقي، كونه يتنقل يلقى الناس تفرح بيه، الناس تستقبلو ويلعب المقابلة تاعو في أجواء طيبة. راو فما قبل ما كانت شهرة قبل راو البلوب تمشي وفما تنسيون يحضروا لها ناس وفتان ومن الدخلة تاع البيستيار تبدا برشا حكايات حتى اللاعب ما يلقاش روحه. اليوم هذا الكل تنحى الحمد لله وباش نواصلوا عليه، ونأكد كونه أنا اليوم ما تكلمتش البريود اللي فاتت الكل النادي الإفريقي بطل عن جدارة، وإن شاء الله يحافظ على اللقب نتاعو وان شاء الله نمشيو للشامبيونز ليغ اللي هو هدفنا الاساسي. انا نطلب من جماهير النادي نطلب من الجماهير نطلب من خلايا الاحباء نطلب من لي جروب مجموعات النادي الافريقي اللي اي المجموعات اللي هما كيوربانو مهم جدا. الناس هذوما هما تخلقوا مش باش يكونوا مع اداره النادي، نقطة مهمة حبيت نتكلم عليها. فما أول حاجة نحب نشكرهم، ومش نشكرهم مش نقربهم للإدارة، ما نحبهمش يطلبوا، نهار كامل نحبهم يسبوني ويسبوا الجمعية في الستاد كالعادة، فما حتى مشكل، أما نحب نشكرهم خاطر الكيربالور بالطريقة هذه معناه يدافعوا على جمعيتهم، خاطر أنا تو بالتجربة اللي عشتها فما لي جروب تابعين أندية يخلصوا بالفلوس. هذا علاش نحبهم يركزوا على جمعيتهم السنة، سواء في الستاد سواء في مواقع التواصل الاجتماعي يوقفوا مع الجمعية. لازم النقد كالعادة، لازم أما يقوم على جمعيتهم أكيد عندنا مشاكل كبيرة حتى لو فما حاجة لازم نفهموها اليوم، وهذه أمور داخلية ولكن قاعدين نحاولوا نتعاملوا معها. هو فما كلوبيستية وفما كلوبيستية بالحق، ولكن ساعات تغلبوا في الأنانية يقول لك يا نكون موجود يا نعمل مشاكل. هذوما ردوا بالنا منهم، نحاولوا نلتفوا على جمعيتنا
ونحاولوا نستغلوا الموسم اللي فات دور واحنا ابطال ونبنيوا على البطوله هذيك ونقدموا بنفس العقليه عقليه البطل البطل اللي هو حرزين يحلل ياخذ المعلومه قبل ما يتصرف يحللها يفهم شنو معناها يفهم شنو النوايا شكون اللي وراها ونقدم. انا بالنسبه لي انا نعتبر الى حد الان اكيد فما اخطاء ولكن الواحد يغلط يتعلم مجال جديد. انا الحمد لله نحس روحي معناها في وضعيه طيبه خاصه رياضيه اي مدرب نحكي معاه نسلكها نتكلم اموري واضحه نفهم ما نحبش ندخل في التكنيك خاطر ما تنجمش ندخل في مدرب اللي هو جبته مرتب كبير باش تجي انت تقول له واش يعمل وما يعملش ولكن نفهموا الكوره ونعرفوا والاخطاء اللي صارت قبل نورمالمون ما عادش باش تعاود في المستقبل. هذا علاش انا نعتبر نفسي قمت بالواجب الى حد الان الساعه هذه ولكن اليوم رانا النادي الافريقي يلزمنا ندخلوا في مرحله جديده. المرحله القادمه هي تثبيت البطولات التركيز عليها كونه الاسبرين تاعنا ما عادش اسبرين تاع فريق مضطهد الحمد لله 20 سنه اضطهاد انتهت اليوم احنا ابطأ صحاح نخدموا على المستقبل نطور السنه طورنا والعام الجاي مازلنا نزيدوا نطوروا ديما نتحسنوا بالتجربه نزيدوا نتحسنوا الناس كل مع بعضها ما نعطيو فرصه لحتى حد كونه يدخل في العائله الكبيره وهذا الكل يوصلنا نتيجه واحده هي كونه نكونوا ابطال هاكم شفتوا انتم توا حتى لي كونكيرون اللي معنا معناها كي البورصه طالعين هابطين احنا في نسق تصاعد قاعدين ماشيين دوسمون نحاولوا نحافظوا على اللي احنا فيه هذا يجي بالمجموعه الكبيره هي جماهير النادي الافريقي. ناكد لكم المشروع الاول في المرحله الثانيه هو توفير الموارد والبنية التحتية. أنا نحب الجمهور كونه يستغل الفرصة اللي أنا موجود فيها لوضع الفريق في مكانه الطبيعي خاصة من ناحية الموارد المالية. ردوا بالي من بعد أنا راني نحمل الناس كل مسؤولية أو الناس كل يسمعوا فيها ونطلب من الصحافة تركز على البوان هذه وتوصلها للجلوبيسيه الكل. اليوم الفريق واقف على ساقيه ولكن من المفروض نستعمل الوضع هذا لنوقفوا مع جمعيتنا ننساو حكايه كونه راهو جمعيه عنا فلان وعنا فلان وعنا فلان ما عندناش. الكبارات راهو نتاع الجمعيه هو الجمهور. انا ناكد كبارات الجمعيه هما جماهير النادي الافريقي. انا نطلب الجماهير كونه يوقفوا مع جمعيتهم. اليوم مش نوفروا لهم منظومه خاصه السياموبيل مهمه جدا كل ثلاث شهور باش نعملوا ندوه صحفيه نعلنوا وين وصلنا بالليزابونمون ونعلنوا تكاليف ارباح النادي الافريقي في الليزابونمون هذوما اللي هي ماهيش باش تاثر على الجماهير مهمه جدا العمليه هذه. انا نحب من الجماهير يستغلوا على الناس الكل. راهو بالمشروع هذا وفما مشروع اخر نعمل عليه في المستقبل تنجم تستغنى على اللي نحكيو عليهم وعلى سليم الريح وعلى الناس الكل اللي يجي تجيب اللي تحب تحطه عنده طريقه عمل واسلوب ويسير الجمعيه اهم حاجه نحبوا نحب نقعدوا تحت راهو حتى واحد. هذايا راهو الكلام هذايا ركزوا معايا فيه ما نقصوش حتى جمعيه راهو ولا رئيس جمعيه كل الكلام هذا خاطر رؤساء جمعيه الكل يحب يشد الجمعيه نهار يخرج منها يحب هذا التقليد تطيح. انا هذه ما نحبهاش تسمع عليا انا نحب تستعملوني انا ونوفر لكم مشاريع مش توقف الجمعيه بمواردها الذاتيه من غير حتى حد. اليوم فما بعض الناس تعاون على قدها ولكن لو كان نحبوا الدمرجه الزايده ما عندها حتى معنى. ان اي فريق يلعب على بطوله ويلعب على القاب راهو يلزموا ميزانيه من 15 ال 20 مليار مينيموم. يكذب عليك اللي يقول ال الترقيع ويمين ويسار وتو نجيب وتو نعمل كله كذب ما فماش. اليوم هذا هو الصحيح يلزم نفهموا ونوليو نتبعوا جمعيه روندمون واداره ومداخيل. عندكم ثلاثه مسؤوليات تتبع الروندمون والمدرب واللاعبين
تتبع الإدارة وأخطائها وتتبع المداخيل والفلوس وين ماشية. هذه مهمة جدا. اليوم أنا نحب أنا نوقف معاكم وانتم توقفوا معايا باش نوصلوا النادي الإفريقي إلى بر الأمان كون تكون عندها استقلالية مالية. هذه مهمة جدا. هذه نعتبرها هذا النجاح الحقيقي. النجاح الحقيقي خاطر كي نشوفوها ونشوفوا الجمعيات منحبش أنا معناها ما تعرفوش على الظروف، واحد غدوة مش موجود تصير له حاجة ما نعرفش الحكاية باش نقعدوا زاد ما نحبوش، خاطر أنا نقول لكم أنا نعرف الوضعية نعرف الوضعية. اليوم فما سي حمادي بوسبيح يعاون على حسب مقدرته لأنه شركة عمومية هكا عاون وفات غاد ننساو ما فما حتى شيء حتى شيء. معناها الأفكار اللي يسوقوا فيها بعض الناس بعد كل حكاية فات. هذا علاش اليوم احنا في وضعية مهمة، خدمنا على المشروع نتاع سيا موبيل عندنا مدة، ناقشنا عملنا نيغوسياسيون قوية برشا، الجمهور كي يوقف باش نتطور واحنا مرتاحين أكثر في الفترة القادمة، ونحاولوا عندنا مشروع آخر تو مدة جاية نعلن عليه، نحاولوا بالطريقة هذه نوفر نوصلوا نوفروا ميزانية نادي الفريق باش نجموا نقعدوا ديما في الريبريتمون تاعنا. وأنا بعد حتى أنا كي باش نوقف أنا عندي هدف آخر مرحلة جاية هو البنية التحتية. أنا راني نحب نخدم على البنية التحتية بطريقة كبيرة، نحب نعمل وضع صحيح للنادي الإفريقي اللي هو خاطر مازال فيها برشا خدمة. اليوم ما كنتشوف جربنا برشا فلوس مشات في ريكروتمون واحد عملناه ما نعرفش جابوا عملناه 29 فاصل مليون دينار. تخيل 29 فاصل مليون دينار زيد عليهم شوية تبني ستار. يقول انا ستار ضحكوا عليا من الاول قد ايه ستار شو مش تعمل ستار يهز 30000 قد ايه ما هو 40 50 مليون دينار يا ليك هي مش 300 مليار كي راس 70 تعمل في وقت. النادي الافريقي عملناه صرف 29 مليار ونص لازمنا نركزوا معناها وراو الحكايه تو ندبروا ونجيبوا زوز ملاعبيه من الشمال وزوز من الجنوب وتا نعملوا جمعية ومدرب وننزل كل هذيك اللغة ما عندها حتى معنى. راهو يلزم يكون عندك فريق بروفيسيونيل وعندك شباب دي جون لهين وتختارهم مش نجم وهذوما الكل عندهم يكلف. اليوم برشا كلام قاعد يدور كلام فارغ ما عنده حتى قيمة. أنا موجود في جمعية اليوم أنا مسؤول على اللي قاعد يصير الكل، ولكن أنا نكلم جمهورنا ونأكد راهو مش كل شيء مش نحكيوه، ولكن كي نحكيو على الكبارات راهو الجمهور هما الكبارات نتاع الجمعية، ونقول لهم وقفوا مع جمعيتكم وأنا موجود ونحاولوا مع بعضنا نمشيو لبر الأمان كونوا النادي الإفريقي يولي مؤسسة عندها مداخيل وعندها مصاريف. لا بد كون المؤسسة هذه باش تكون ناجحة عندها مداخيل ومصاريف. ما كانش البزنس ستادي والا ما نعرفش كيفاش المهم مش ناجح. مشروع فاشل يعتبر مشروع فاشل خاطر انتهاء عهد الجمعيات اللي الرئيس يهز تليفون الو فلان برا مش يشد كذا يقول له سيد الاسرائيلي اسمعني يقول له برا شده تو البلديه تعطيك والوزاره تعطيك والرئاسه تعطيك مهم وتو نكلم فلان يعطيك كانوا الكل بالتليفونات وفات الحكايه هذه ما عادش اليوم توا ودوكم رجال الاعمال زاد يسحق كونه يسحق كونه يكون مسؤول على جمعيه يدور اسمه يتشهر البرودوي نتاعو يتباع كان عنده ضرائب يتهرب منها توا ما عادش ينفع الكلام هذا ما يعرف مره يقول لك لا توا ما عادش تساعدني الجمعيات اللي توا بلاد فيها ديمقراطيه وحريه ما عادش انا رئيس الدوله حاجته باش يركعها جمهور البلوك باش يركحوا وينظموا الامور هذيك هي اليوم يلزم نفهموها العمليه هذه ما عادش فما مصلحه في الجمعيات من رجال الاعمال ما عادش فما مصلحه. هذا علاش راهو اليوم ننتقلوا للاحتراف الحقيقي كل فرق اللي برا نفس الشيء زاد يلزم المرحله القادمه تكون مرحله التركيز على توفير موارد ماديه للنادي الفريق. هذا اللي حبيت نفسره اليوم بالنسبه لي اكيد نحب نطمن الناس الكل كون احنا واقفين الهيئه نشكر الهيئه حتى هما الهيئه مدير النادي الفريق
في التقديم نتاع خليل يمكن ما كانش كاتب سليم الرياحي اما نساه من فوق يبدا يحط الهيئه المديره خاطر الهيئه المديره هي الاساس ومن بعد يجي الرئيس التنفيذي اللي هو سليم الرياحي يمكن حشمه من يحطوا واحد فوقي انا اما هو هذاك الحقيقه معناها من فوق يدخل الهيئه المديره ومن بعد نجي انا ومن بعد يجي المدير التنفيذي نشكرهم ناس ضحوا معنا برشا ووقفوا صحيح ماهيش هيئه مديره تاع رجال اعمال هيئه مديره تاع التكنوكرات محامين مهندسين ولكن يحبوا الجمعيه واعطيو ثقه فيها انا خدمناها من الاول كي جيت الجمعيه فالجمعيه عندها حد زاد نحب نوضح حاجه انا حال انا حبيت نحل في بال الناس كله حليت ما جاي حتى حد يخدم ومن بعد هما جاوا معنا ونجحنا مع بعضنا هذا علاش ديجا جدد حتى في الانتخابات اللي فاتت نفس الكيف نشكرهم على مجهوداتهم اكيد حتى هما طوروا في العمل نتاعهم ومزيدنا اكثر اليوم النادي الافريقي ابوابه مفتوحه للناس الكل نحب شكون يعاون نحب شكون يعاونني مهمه جدا العمليه راهو مانيش جاي نحط يدي على كل شيء نحب اي واحد قادر يقدم الاضافه للنادي الافريقي انا يعطيني انا نكلمه مش هو يكلمني مش لازم نمشي له حتى للدار نمشي له ونقول له انت وهذه جمعيتك وكل شيء هذا اللي نحب ناكد عليه جمعيه من جماهيرها ومن اولادها الكل ومفتوحه للجميع ابوابها وان شاء الله الكلوبيستيه يكونوا يد واحده يلزم نعرفوا كونه رانا ابطال في كل شيء في السيكسيون الكل الناس كل حاطه نتاعو نشوفوا لي ريكروتمون والناس تخدم وتعمل طلعنا السوق طلع هذا علاش الناس كل حاضر لنا انتم حتى تشوفوا في اي ماتش ايكار تلقاها ليكيب جايبه معنا هذا علاش راهو انا نشوف كون الموسم القادم رغم اللي احنا طورنا في ليكيب نتاعنا ولكن باش يكون اصعب من اللي فات اسهل تكنيكمون مفروض كان المجموعه نتاعنا حاضره ولكن اصعب في الدوائر الكورة في الكواليس في المشاكل في البكار في العيار في السبان في الغناء في الستاد في العرق هذا مش يكون صعيب ويأثر ولكن احنا موجودين حاضرين مش نحاولوا نحافظوا على اللقب نتاعنا ونمشيو للشامبيونز ليغ وان شاء الله الاولاد اللي جاوا معنا والاولاد الاولانيين وابطال عناو اللي يكونوا رجال ويقدموا الاضافه والهيئه موجوده واحباء النادي موجودين وكل واحد عنده الحق يشارك كل واحد عنده الحق يدافع على ناديه وانا موجود هنا باش نشوف باش نحل المشاكل ونكمل في واجباتي وان شاء الله ربي يسهل وبارك الله فيكم وشكرا لكم. دانيال اجتمعت معاه اكيد قبل التشالنج والتحدي ما ننساوش كونو دانيال هو مدرب النادي الافريقي اللي هو بطل الموسم الفات كانت جلسه مطوله اكد كونه هو مشي ثلاثه الاخطاء اللي فاتت التركيبه ولا التشكيله تاع الموسم الفات قال لك انا ما كنتش موجود في الانتدابات السنه موجود طبعا تمت بالتنسيق معاه انا نشوف كونه ما فماش علاش تغيير جددنا في تغيير عبرت انا باسم جماهير النادي الافريقي كونه راهو فما استياء اكد كونه المقابلات الرسميه في المرحله القادمه مع تلافي بعض الاخطاء تاع الموسم اللي فات مش معناها باش يتعاض منها ويقدم مردود خير يأكد كون المجموعة اللي معاها اليوم زادة حتى هي مجموعة خير من طبعا طورنا على الموسم اللي فات لهذا تم تجديد الثقة في دانيال باش يقعد باش يكمل مع النادي الافريقي ومن بعد احنا مع بعضنا معناها نتابعوا ما فماش علاش يقع تغيير مدرب اللي هو بطل كانت عنده بعض النقائص تلافيناها اليوم نطلب بيان سور حتى هو يطلب ولا نطلب كونه الفريق هذا يلزم شويه زاد شويه وقت باش يرجع الوضع الطبيعي
ما تنساش فما دي زيليمون حقيقيين في الصحاح في النادي اللي هما أسامة الحدادي العقربي جابوا هذا كله في ديسمبر. لازم نفهموا الكلمة الحكاية هذه. جابوا اليوم صح وما جابوا مقدمش يرجع يمشي لها في ديسمبر. معناها بزاف الحدادي كيف كيف عقربي كيف كيف المجموعة الجديدة يلزمهم ياخذوا شوية وقت مش يستانسوا ببعضهم. هذا علاش هو يطلب وقت احنا نطلب وقت يلزم نعطيوها شوية وقت ولكن اكيد الفريق هذا يرجع لوضعه الطبيعي بعد 4-5 ماتشات نعرفه كونه نفهمه كونه دانيال فهم الدرس ولا ما فهمش. دانيال بطلع عليه قاعد في النادي الافريقي عنده اول ماتش نهار الاحد وان شاء الله ربي يسهل ويبدا بداية طيبة. عملية تخفيض الميزانية هي مش تخفيض معناها هي عملية تنظيم تقنية من ناحية المصاريف الزايدة فما حاجات ما كنتش نوقف عليها وقفنا عليها فما اللاعب اللي كان ب 450 عملنا يقول جبناه السنة 200 حرام هكا ربح 250,000 يورو عندنا لاعب المجموعة الجديدة عملنا يقول باش يجيب ب 450,000 يورو في العام معناها مليار جات 200 مهمة في الفروع الأخرى اللي نحب نتكلم عليها ونزيد ما نتكلمش عليها راهو زاد يلزمنا احنا نكونوا شوية لوجيك راهو لمينا كل شيء سي بيان ولكن زاد يلزمنا يكون فما شوية معقول ما تنجمش تلم كل شيء وتبدا تتحارب مع أنت ميزانية 700 مليون وأنت زوز ونص بيان سور تلم كل شيء شنو هذه مهم ما فما شوية لوجيك تو انت تلعب مع السيد ب 700 في العام وانت جاي تزوز ونص ما بدلت كل شيء انا يلزمني باقي هو ب 700 باقي انا الدوبل نتاعو يا سيدي 1.5 مليون معقول اما مش نضربوا في الثلاثه لوجيك معناها يلزم المسؤولين على الفروع يكونوا يخدموا خدمتهم الحقيقيه انتم تعرفوا اليوم فما كيسيون يدور هو نحب نوضحوا اليوم فما حاجة كانت موجودة قبل اسمها رئيس فرع تعرفوا رئيس الفرع شنو يعمل وشنو دوره لازم فهموها الجمهور رئيس الفرع قبل كانت تتكون هيئة مديرة يجي الرئيس عنده يجمع يجيب مجموعة من محبي النادي يا انت شد الهوك انت شد الباسكيت شد كذا انت قداش مش تدفع 200 300 باهي انا تو نعطيك 200 وكمل باقي تو ما عادش تخدم هذا فما عادش ما عندك مدير فرع هات فصل فوكا فهمت من الضروري كوني رؤساء وانا مديرين فروع يتحملوا مسؤوليتهم كانك رئيس تتحمل مسؤوليتك وكان مش تكون مدير لازم تتحمل مسؤوليتك ما نجمش تجي تصرف معناها هي العمليه الكل عمليه تنظيم محاطه تبذير لا نقصنا من التبذير احنا الكلام برشا اللي نسمع فيه تخفض في الميزانيه ماهيش تخفيض الميزانيه ولكن الاموال التبذير اللي كانت ماشيه والمال ماشي للسره زيتونه ولا بيه الفلوس هذيك نستعملوها في حاجه هذا هو اللي صاير لهم وتو تشوفوا انتم بالارقام ميزانية النادي لكل فرع قديش وانت بتضحك مو حد شكرا مشكور لها من المحايا الصحفية معناها المؤشرات تبين كون المجموعة اللي جبناها للمرحلة القادمة الناس عندها خبر معناها كي تشوف انت يرجع وسام يحيى وجبنا توزدار وقعد صبر خليفه هذو كبار معناها 28 29 سنه نويوي هذوما الناس عندها خبره هذايا نتاع باش تلعب في الشامبيونز ليج في المرحله القادمه هذا هو وان شاء الله نوصلوا بالنسبه ما تصرحيش انا جاوبت على الموضوع هذايا انا جاوبت بطريقه غير مباشره خاطر انا ما تصرحيش جاء بعقد النادي الافريقي بلا يفهموها توا ما نحبش انا الضغط هذا يخلينا ناخذ موقف من المنصر اللي هو انا نحبه برشا انا جبت منصر منصر كان في نادي الفريق كان في ليجون وطرد مرتي منه مره على يدي جاني هو ولا والمدير الفني
تتعارك وياه. قلت انا ديما مع المسؤول. قلت لا، بعد مده مشى عمل كارير وحلل في التلفزه وخدم وجابوه الشباب وعبر عن ارادته كونه يخدم في النادي الافريقي ولا لوج على شكون. قلت هاي الشباب ديجا كنت تبعتهم، ولكن بعدت على اساس الخطه، بعدت على اساس مهم. المهمه فسرتها انا توا كي حكيت على السلامي، قلت راهو دوره في وسط العام كذا وكذا وكذا وكذا، هذاك هو معناها. والبروسيس اللي يلزمو يصير في وسط العام ما صارش، عمليه المتابعه مع المدرب، التقارير، الاخطاء، المدرب وقتها قام بخطا كبير معناها مع بعضنا، ما ينجمش يدخل في حتى حد. انا مانيش باش نقعد انا كل يوم نتكلم مع مدرب يجي اش عملت، مش خدمتي هذه، خدمه مدير رياضي معناها. راهو اليوم انا اللي مصلحتي النادي الافريقي، ما نجمش نعملوا في شعبويه ولا عندي حتى مشكله مع حتى حد ولا ما يزيد عليا حتى حد. انا اخترت النادي، انا اللي اخترت منصب روحيش، وانا اللي عملت مهمه مدير رياضي في تونس وتوا الانديه تبع فيه. والناس قالوا بدنا حط خطه، قلت لهم بدنا حط خطه معناها مشروعنا طاح في الماء. الخطه يلزمها موجود، ينجم يكون فيها منصب او غير منصب. هذا علاش اليوم جاء اسامه. زاد معنا مشاكل مع اللاعبين، يلزم الواحد يكون قلب اللاعبين ويفهم العقليه. هذا علاش الميزه اللي في اسامه السلامي يكون لاعب كره قدم وعنده كاركتير، يلزم فما برشا خطر. ما نحبوش ندخلوا في التفاصيل، ولكن راهو اليوم منصر قام بدور نجح في حاجه وما نجحش في حاجات، انتهى العقد ما جددناش عقد. اليوم منتصر تنجم بعد عامين ثلاثة تلقى في النادي الافريقي، ولكن المرحلة هذه نتاع النادي الافريقي راهو مرحلة أخرى مغاير، لا مجال للخطأ بالنسبة ليا ما فيهاش. وحددت أدوار نتاع الناس الكل، حتى المدير الرياضي تو تلقاها على سيت الجوب ديسكريبشن، معناها شنو هو مهمته بالضبط مش الناس تعرف، واضح. هذا هو الأساس، ما فما حتى مشكلة. يوسف العلمي موجود معناها قريب، منصر كيف كيف ما عندناش حتى مشكله معاه، ولكن راهو المرحله القادمه يلزمها رؤيه اخرى، يلزمنا نقدموا. يا اخي انا توا كان جيت شنو يقلقني انا يا قلق منصر؟ يقلقني شنو انا جبته يقعد، ولكن راهو المرحله القادمه عنها مقدمات اخرى من غير ما ندخل في تفاصيل. شوف يلزمنا انا نحب نقول هذه مهمه جدا، هذه عقليه، هي راه يا تعطي ثقه يا ما تعطيش، النص نص. لا عندك هيئه تعطي فيها ثقه، ما تعطيش ثقه ونقول له بالسلامه يلا روح سليم الرياح وجمعت وهذيك جاي. اما تجي انت ما تعطيش، تقول لا انا نعطي فيك ثقه شويه هكا وهذيك لا. لا ما تجيش، يلزم ثقه كامله ومن بعد تتحاسب معاك هكا. هذا ناكد عليه مهم جدا، ما نجموش نخدموا الشر بالشر. شكرا. كما تحكي لنا نحيفه مدير مش رئيس، مدير فرع. اليوم فما مديرين فروع في النادي الافريقي، لانه رئيس الفرع يتحمل مسؤوليه كامله حتى المسؤوليه الماليه. هذا علاش ناكد عليها البوان هذا. الرئيس عنده تاثير معنوي على اللاعبين، كيكون هو يدفع يجي يقول له رئيس مستحق كذا يدفع. توا العمليه تبدلت شوي بالنسبه لنور ملياني، ولدنا هذايا وعنده 3 سنين هو مسؤول على الفرع، مشى في دوره خاطر هو عنده معمل تاع الدواء، مشى يعطي دوره 3 شهور ونص في فرنسا. عوضوا سامي الشرقي اللي هو سامي الشرقي كان موجود معاه من الاول لما مريض والحمد لله خرج لاباس، بدا توا كان بحذايا ومشى وشد هو مسؤوليه الفرع. ولكن زاد هذه نقطه توا انت حيرتها، راني مره اخرى نعاود نرجع ونقول للبلوبيستيه اللي يحبوا جمعيات واللي عندهم وقت وشوفوا في رواحهم الكفاءه كونه يسير ويلزم يجي ويلزم يقربوا لهي، ما نقعدوش نلوج واحد من بعد نقولوا كيفاش. معناها مشى نور عنده دوره، جاء سامي مريض، من بعد شنو نعمل؟ ما نعرفش قولوا لي. غدوه يجي المسؤول على
سفيان بن صالح يقول لك والله انا عندي زوز ولد وباش نبدلها والسيزون واحد ومش عارف باش باش تعمل. مش كل شيء يوفى مشكله معناها ما عنديش مشكله معاهم الناس هذوما فما فما ناس عندها التزامات خاطر ما يخدموش في النادي الافريقي هذوما بنيفول هذوما الناس متطوعه ما ياخذش في شهري. هذا هو الموضوع هذا بالنسبه لليد والهوند للباسكيت والهوند كيف كيف. شكرا. فالنعيم قريب انا تكلمت مع سامي هو نعيم بيان سور طبعا زاد حطها في البرنامج ما تعرفش مشكلتنا احنا مشكلتنا كونه ما فماش كوميونيكاسيون من الفروع نفسها لا ياخذ مهاجرة ويمشي ما فماش البوزيتيفيتيز اللي قاعدة تصير والا سياستهم المفروض هما ديجا معناها المسؤول يكون موجود هنا يحكي يقول على سياسه الفرع لما راح نقل احنا الباسكيت زاد فايده جديد معناها ما نعرفش انا استنسنا في لاعب اسمه يقعد 100 سنه ما فهم اعطيني كل مش فما ستاتيستيك وفما روندمون قاعد يصير يا اخي لاعب كل قدم وياخذ في شهريه ويخلص ومريض ما يلزمو يعطي روندمون ويلزم احنا عندنا لي زوبجيكتيف نتاعنا وفي الفوز هذاك يلزمنا ينخدي وهي نبدلو نجد غير قادر على تقديم الاضافه انتهت علاقه معناها هو ديجا خاطر اليوم تعرف كيفاش مشى ليبر هو في القانون بالعمر خاطر عمره من 10 سنوات عمر معين 36 ولا قداش تشتغل هذاك هو معناها كمان يلزم حتى احنا من العاطفه باهي احنا الحكومه ولادنا وهذا كمان اليوم كيما عادش نشوفوا ولا رئيس الفرع يشوفوا كون ما عادش غير قادر على كون يقدم الاضافه في الحكايه هذا بالنسبه لي مكر ما هي صحيحه ما في باليش بها مش صحيحه واكيد فما ديباج هكا عامله جو هكا وشيخه الحكايات هذيا وكهو شنو السؤال الثالث؟ العام الوقت يا اخي الوقت مش نستناو واحد مش نستناو واحد شويه كهو كل ماتش كان كل ماتش حتى انا ما نستناش راهو ماذا بيا من ولكن وقت باش نشوفوا كرة حلوة خاطر فما حاجة اللي قصدنا عملناها واللي هي في كيلكو ميتون نشوفوا جو باهي هكا دخلة قوية ومن بعد لا نحبوا باش نوليو نتفرجوا على كرة حلوة في الماتش كامل هذاك يلف شوية وقت ولكن كونه اللم اللي قد نتاعنا من النهار الأول هذه ما فيهاش شكرا. شكرا لكم على الحضور وملتقانا السنة القادمة شكرا.